بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اتكلمنا في الفيديو الثاني في البيزك اس جي عن البي ويف. هنتكلم ان شاء الله المره دي عن بدايه الكيو ار اس كومبلكس الكيو ويفز. تمام، احنا بناخد الموجات ورا بعضيها. كيو ويف، كيو ويف هي عباره عن ايه بقى؟ اول موجه سالبه في الكيو ار اس كومبلكس، اول موجه سالبه بتسبق الار ويف. ادي الار ويف اهي الطويله دي، تمام. الموجه السالبه اللي بتسبقها هي ايه؟ الكيو ويف. يبقى الكيو ار اس كومبلكس بادئ بكيو الفيرست نيجاتيف ديفليكشن، تمام كده اهو، ذات بريسيد الايه؟ الار ويف. خلاص كده. طيب يبقى الكيو ويف اني نيجاتيف ديفليكشن ذات بريسيدز ان ايه ار ويف. الكيو ويف دي بتريبريزنت ايه بالظبط؟ احنا دخلنا في الفنتريكولار كونتراكشن او فنتريكولار ديبولاريزيشن. ايه اللي بيحصل بقى؟ الموجه هتسافر او السيجنال هتسافر، الالكتريسيتي هتسافر في الايه؟ في الفنتريكل عن طريق الانتر فنتريكلر ايه؟ سيبتم. اول مكان من بعد الاي في نود تدخل على ايه؟ الانتر فنتريكلر سيبتر، تمام؟ والباندل اوف هيس. فالكيو ويف تريبريزنت النورمال ايه بقى؟ ذا نورمال ليفت تو رايت دي بولاريزيشن اوف ايه؟ انتر فنتريكلر سيبتم. يبقى دي هتمثل الايه؟ الاتريال فنتريكلر سيبتال دي بولاريزيشن، تمام كده؟ طيب سمول سيبتال كيو ويفز ار تيبيكالي سين ان ذا ليفت سايدد ليفز. ليدز مين هم الليفت سايدد ليدز؟ قال لك ليد واحد، ليد واحد وليد ايه؟ اي في ال وليد في 5 وفي 6 بتوع الايه؟ اللاترال وول بتوع الليفت فينتركل، تمام؟ طيب يبقى في الليدز دي هنلاقيها سمول كيو ويف، تمام كده؟ طيب نيجي على الرسم دواتي. ادي البي ويف اهي زي ما قلنا في النورمال امبليتيود والنورمال ديوريشن بتاعتها. تيجي على طول الموجه السالبه، تمام، اللي هي ايه؟ الموجه السالبه اللي هي الكيو ويف، نورمال كيو ويف. هنقول ايه ليها نورمال دلوقتي، تمام. طيب وادي الكيو، ادي الار بدا اهي، خلاص كده. يبقى هي فيرست نيجاتيف ويف قبل الايه؟ الار ويف، تمام اهي، تمام اهي. طيب نكمل. الكيو ويفز ان ايه؟ ان ديفرنت ليدز. قال لك سمول كيو ويفز ار نورمال ان موست ليدز، تمام. الدبس بتاعها قال لك ديبر كيو ويفز اكتر من، هي المفروض 1 مليمتر، تمام، يعني مربع صغير دبس. لو لقينا ديبر كيو ويفز اكتر من 2 مليمتر ممكن تتشاف في ليد 3 وليد اي في ار 3 في الشمال في الرايت، تمام. كنورمال فاريانت. يبقى امتى اشوفها ديبر كيو ويف اكتر من 2 مليمتر؟ قال لك لو بصينا في ليد ايه؟ ليد 3 وليد اي في ار، ماشي. طيب اندر نورمال سيركمستانسز قال لك ايه؟ قال لك الكيو ويف ار نوت سين in the right sided A leads اللي هو في 1 في 2 في 3 اللي بيبصوا على الرايت فينتركل، تمام. في 1 في 2 في 3 ممكن ما اشوفش فيهم الايه؟ الكي ويفز، خلاص. طب الباثولوجيكال كي ويفز امتى اعتبر ان الكي ويف دي باثولوجيكال؟ لما تكون العرض بتاعها اكتر من 40 مللي سكند، يعني 4% من الثانيه، يعني مربع ايه صغير. لما يكون عرضها اكتر من مربع ايه صغير او 1 مليمتر وايد، والدبس بتاعها اكتر من 2 مليمتر ديب، تمام. الدبس بتاعها لتحت اكتر من 2 مليمتر، او بقارنها بالكيو ار اس كومبلكس هي 5 اكتر من ربع الدبس بتاع الكيو ار اس كومبلكس، تمام. يبقى اكتر من ربع الدبس بتاع، اشوف الكيو ار اس كومبلكس قد ايه، لو عدت الربع بتاعه يبقى دي ايه؟ دي باثولوجيكال كيو ويفز، تمام. لو شفتها في 1 لغايه في 3 يبقى دي باثولوجيكال، لان هي المفروض والكيو ويفز ار نوت سين ان رايت سايدد ليدز اللي هو في 1 لفي 3، فلما اشوفها تبقى باثولوجيكال. اربع حالات بقول فيهم ان البي ويف، الكيو ويف دي باثولوجيكال، لما يكون العرض بتاعها او الديوريشن بتاعتها اكتر من 40 مللي ثانيه اللي هي 4% من الثانيه، او اكتر من 1 مليمتر اللي هو عرض المربع الصغير. رقم 2 الدبس بتاعها يكون اكتر من مربعين صغيرين دبس، او اقارنها بالدبس بتاع الار ويف عليها اكتر من ربع الار ويف. اتشافت فين؟ في في 1 وفي 2 وفي 3 اللي هي رايت شيست ليدز، تمام كده. دي تعتبر باثولوجيكال. طب ايه الديفرنشال دايجنوزيس اللي يعمل باثولوجيكال كي ويف على راسهم؟ المايوكارديال انفاركشن، او عندنا في الاطفال مايوكارديال ايه؟ سكيميا، تمام، سترين. طيب الهايبرتروفيك كارديوميوباثي تعمل ايه؟ يبقى معاها باثولوجيكال كي ويف، تمام. الهارت لو حصل له روتيشن اوف ذا هارت كلوك وايز او انتي كلوك وايز، لعب في الاكسس، ممكن ايه يخلي الكي ويفز ايه باثولوجيكال.
تمام، او حطينا ليد مكان ليد، ابر ليمب ليد بليسد اون ذا ايه لور ليمب، عكسناهم تمام. فليد بليسمنت ايرورز قال لك ايه، يخلي الكيو اف تظهر باثولوجيكال. عموما عموما القاعده الشهيره في الباطنه ان الباثولوجيكال كيو ويفز يوجوالي انديكيت كرنت او براير اولد مايوكارديال انفاركشن. تمام، احنا عندنا نتكلم عن مايوكارديال اسكيميا، مايوكارديال سترين في الاطفال ان شاء الله لما نجي لها. طيب لوس اوف نورمال كيو ويف، امتى الكيو ويف تبقى لوست؟ قال لك ابسنس اوف سمول سيبتال كيو ويفز، مالها؟ في ليد 5 و6 should be considered abnormal، لان هي لازم تكون موجوده في اللاترال تمام، في 5 و6، فكون ان هي مش موجوده يبقى ده abnormal. خلاص كده اهو. طب هي مش موجوده طبيعيا في مين؟ في في 1 و2 و3، مش موجوده طبيعيا في في 1 و2 وتكون موجوده في الليدز 5 و6. انما لما تكونش موجوده، لما ما تكونش موجوده في في الليد 5 و6 ده should be considered abnormal. absent كيو ويف ان 5 و6، في 5 و6 از موست كومنلي بسبب ليفت باندل برانش بلوك، وان شاء الله لما نجي لها هنقول نعرفها ازاي. ودان الارانب، ودان الارانب هي ورايت باندل برانش بلوك. يبقى absent كيو ويف في 5 و6 ده بيتشاف اكتر مع مين؟ مع الليفت باندل برانش بلوك. ده رسم اهو عادي تمام، بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما بصينا على الانفيريور شيست ليدز الرقم 3 ليد 3 لقينا ايه بقى؟ ادي البي ويف اهي وادي الكيو ويف. شوف دي ازاي اكتر من ايه بقى؟ اكتر من مربعين صغيرين ديبس، تعدت خالص. او تيجي تقولي بقى اكتر من ربع الار ويف، الار ويف اكتر من ربع بتاعها، ده معديه كمان تمام. فايه النيجاتيف ويف؟ الفيرست نيجاتيف ويف في الكيروس كومبلكس دي مين؟ دي الكيو ويف تمام، وطلع بعديها الايه؟ الار ويف. خلاص طيب، يبقى دي باثولوجيكال كيو ويف. فين حته باثولوجيكال تاني كيو ويف؟ باثولوجيكال هنا كيو ويف برضو، ايوه، عدد مربعين صغيرين ديبث تمام. طيب نكمل. طبعا بالنسبه لهنا في الليد اي في ار شايفين البي ويف مقلوبه تمام، والفيرست بوزيتيف ويف ايه دياتي؟ ادي البي ويف والكيورس كومبلكس مقلوب، ده ليد اي في ار تمام، والتي ويف مقلوبه تمام. طيب والستاندرزيشن مارك زي ما قلنا المره اللي فاتت مربعين كبار، تبدا الاي سي جي بالمربعين الكبار. خلاص طب نيجي نبص للرسم ده، هنلاقي البي ويف بدا اهي، وادي الكيو ويف، الار ويف، الاس ويف، ونكمل تمام. وادي التي ويف اهي، تي ويف انفيرتد تي ويف، مع الدبس بتاع الكيو ويف اكتر من مربعين صغيرين دبس، او اكتر من 2 ملم ديب، او اكتر من ربع الكيو ار اس دبس تمام. طيب ده ايه؟ ده باثولوجيكال كيو، غالبا مايوكارديال برضو. ده ايه؟ يقول لك ان دي ده في مايوكارديال انفاركشن، والتي ويف برضو انفيرتد تي ويف مع المايوكارديال اسكيميا تمام. طيب نيجي بقى نفس الكلام برضو في باقي الليدز، بس ايه؟ ده ليد 2 هنا، بنتكلم عن ليد 2 تمام. طيب ليد 3 برضو نفس الفكره، ديب الكيو ويف، ديب كيو ويف. خلاص طيب نكمل كده، احنا خلصنا ما شاء الله، هي الكيو ويف كده ايه؟ خلصت ماشي. طيب نقول بسرعه تاني، الكيو ويف دي تمثل الفيرست نيجاتيف ويف في الكيورس كومبلكس اللي بتيجي قبل الار ويف تمام. الكي ويف بتبقى سمول كي ويف، دي بتبقى نورمال في الموست ليدز. ديبر كي ويف اكتر من 2 ملم، ده المفروض ان هي اكتر من 2 ملم ده باثولوجيكال، بس هو بيقول لك لما تلاقيها اكتر من 2 ملم ممكن تشاف في ليد 3 واي في ار از نورمال فاريانت. ما علينا، اندر نورمال سيركمستانسز الكي ويف ار نوت سين ان ذا رايت سايدد ليدز اللي هم في 1 و2 و3، فلما يتشافوا فيهم ده اب نورمال. طب هي بتبقى موجوده دايما في مين؟ في ليد 5 و6، في 5 و6، لما تبقى مختفيه في 5 و6 ده اب نورمال. خلاص كده، ودي الباثولوجيكال كرايتيريا بتاعت الكي ويف، اكتر من 40 مللي ثانيه، يعني اكتر من مربع عرض مربع صغير 1 ملم، او اكتر من الدبس بتاع الدبس بتاعها اكتر من 2 ملم مربعين، اكتر من مربعين صغيرين لتحت، او اكتر من ربع الايه؟ الكيو ار اس. وممكن تتشاف في ايه؟ في 1 و2 و3،
والنورمال ان هم ما يشافوش في واحد اثنين وثلاثه، لو اتشافوا يبقى ده باثولوجيكال، اللي اتحط في الدماغ مين؟ مايوكارديال اسكيميا، الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، الروتيشن بتاع الهارت، الليد بليسمنت ايرور، بدينا الابر ليمب بالايه؟ باللور ليمب ليدز. تمام، الباثولوجيكال كي ويف زي ما قلنا دي تدل على الريسنت او البرايور ام اي او مايوكارديال اسكيميا. امتى تبقى لوست؟ قالك الابسنس اوف سمول سيبتال كي ويف في ليد 5 و6، المفروض تبقى موجوده في 5 و6، لما تبقى ابسنت ده على طول ابنورمال. تمام، طب ابسنت كي ويف في في 5 و6 اولموست كومن اللي بسبب ايه؟ ليفت باندل برانش بلوك. ودي امثله على الايه؟ الباثولوجيكال كي ويف. شكرا.